السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم ويضمنكم ويسر أموركم كاملين بدون استثناء. واليوم العبدي جا وجاب، واللي ما جاب ما تردوا عليه جواب، تحت الطلب العديد من الإخوان والأخوات، وسيرتو البنيات المقبلات عن الزواج أو اللي متزوجات حديثا وبقى ما كتعرفيش كيفاش طيب الحريرة. رمضان راه جاي على الأبواب، يلا الورقة والسيلو ومرحبا بكم باش تشاركوا معنا المقادير والطريقة بالتفصيل الممل. وكنتمنى هاتنا الإعجابكم وطرق لكم واشركم مبروكة بالصحة والسلامة والهنا وطولة العمر. هنا كيف قلت لكم المكونات معادو الحريرة غنطيبوها في هاد الحور ديال الطين كيف ما كتشاهدوا. بالنسبة للعطرية حاجتنا خرق ومعرق، سكنجبير، الابزار، الملح دائما كتبقى حسب الذوق، وعندنا واحد الكعبة من أو ضويمة ديال البقر، الحمص عضيمات باش يبنوا الحريرة، معجون طماطم أو مطيش الحك، القزبر والمعدنوس، الكرافس، بصلة خضارية مشلضة، مطيشة مسلوقة ومطحونة، العدس، الفول، الشعرية باش ندورو، وبالطبيعة الفورس باش ندورو الحريرة ديالتنا، وزيت الزيتون. هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو لها اليوم، وتابعونا ان شاء الله دابا باش غنبداو نجمعو في الإقامة. هنا كناخدو بصلة مشلضة، كناخدو مطيشة، القزبر والمعدنوس، الكرافس، الحمص، وبالنسبة العطرية هنا كناخدو واحد تقريبا ربع ديال الكاس ديال زيت العود على حسب الحور او الحماس اللي عندي. بالنسبة للضامة ما غنحتاجش ليها دابا حتى نبغي ندور، هي ومعجون طماطم او مطيش الحك والشعرية. هنا باش غادي ندير بسم الله على بركة الله هاد العضيمات، نشيل من هاد الزلافة، حنا رجعنا الحور ديالنا فوق النار كيف ما كتشاهدوا. نحاولوا نحركوا هاد المكونات، هاد الإقامة خلطوا الإقامة مزيان، نخلوها تقلى باش تجي الحريرة مقلية على الطريقة ديال الناس زمان. دابا باش غادي نزيد واحد شوية ديال السمن حار، اسمحوا لي نسيت راني دايرها في بالي القديرة باش غادي نجبدها باش نصورها معاكم ولكن نسيتها. ها هو السمن ديال العبدي، يا فتاح يا رزاق يا مهول الأرزاق، يا ربي تنزل البركة. القديرة يلا غادي نبداها معاكم ماشي خسارة فيكم المتتبعين. وهذا هو السمن ديال العبدي كيف ما كتشاهدوا، حيل، بسم الله بسم الله بسم الله،
دابا باش غادي نزيد هاد السمن الحريره ديالتنا باش تقلى. هنا انا رديت المقراج يغلى باش يطيب الماء، وملي تقلى الحريره نبلل به. ونتمنوا حريره العبدي تنال الاعجاب ديالكم بالسمن حار وحيل من يدي العبدي. وان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقه كيفاش كيتملح السمن ملي يوجد الربيع وتوجد الزبده ان شاء الله بلديه، والله يجيب شي عام زين. ونوريكم الطريقه كيفاش كنملح السمن. دابا نسدو على الحوض ديالنا ونخلو الحريره تقلى. هنا دابا باش غادي نشوفو الحماس، الماء هو طاب باش غادي نطفي عليه. ها الحريره هي تقلات كيف ما كتشاهدوا. دابا باش غادي نرويها بسم الله، نعطيها المرق الكافي فاش غادي تطيب. هنا باش غادي نزيدها هاد العدس، ها هو مغسول منقي مغسول. عندي الحمص طياب وعندي العدس حتى هو طياب، يعني ما غاديش يهزوا لي الوقت. بالنسبه الى كان الحمص ما كيطيبش، كان الحمص بلدي ما كيطيبش، خلوه واحد شويه عاد رميو العدس، لان العدس ما دغيا كي يعني كيذوب. دابا نسدو عليه يطيب تقريبا واحد ربع ساعة، وباش نزيد هاد الفول، الفول تا هو ما كاينش طياب. دابا على بركة الله، ونتمنوا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديال المتتبعين والمتتبعات الكرام. وكنشكركم جميع المغاربة داخل الوطن وأرض الوطن. دابا باش غادي نرجع ندور الدقيق ديال اللي غنخدمو به الحريرة. هنا كي قلت لكم دابا باش غادي ندور هذاك الدقيق نخلطو، نحاول نخلطو مزيان. انا خلطتو من قبل، بغيت نشارك معكم الطريقة بهذا الشكل. ونحطوه على جنب، ناخذوا مطيشه الحك ونزيدوا حتى واحد شويه ديال الماء بهذا الشكل، ونحاولوا حتى نخلطوها مزيان تطلق. باش ملي نفرغوها في ديك الحريره ما تجيناش معربده. دابا باش نشوفوا الحريره ديالتنا كيفاش. هذه الحريره، الحمص طاب، العدس طاب، هنا باش غادي نزيدها الفول اللي قلت لكم بعد ما نقيته وغسلته. الفول ما كاينش طياب، يعني لو درت الفول من الاول غادي يذوب ما غنستافدش منه، صدقوني كيعطي واحد النكهه رائعه في الحريره وفي الحماس او الحور ديال الطين. حريره بلديه تقليديه على الطابع الاصلي.
ودابا ما بقى لنا غير يطيب هذاك الفول ونرجعوا ندوروا الحريره وهانتوما معنا ان شاء الله. هنا دابا باش غادي نشوفوا الحريره ديالتنا الحريره هي طابت حمص طاب بعد سوا طاب الفول ها هو كيف ما كتشاهدوا سخون سوا طاب دابا باش غادي نزيدو مضيش الحك بسم الله نشلوها نحركو كلشي هنايا كما كتشاهدو صافي كنطيب واحد شوية بوزروب بغيت نرافقو مع هاد الحريرة عندي الجو ديال رمضان سبحان الله العظيم أبو زروق تاهو كيف ما كتشاهدو درتو غير بلاصوص ديال المطيشه ايوا نرجعو للحريره ديالتنا هي هادي حنا درنا مطيشه الحك دابا باش غادي نجي نرمي الشعريه انا كنرمي الشعريه قبل الدقيق باش ما تجينيش ملغه يعني ما تلصقش الا رميت الدقيق عاد رميت الشعريه كتجي هاد الشعريه كتلصق و الا ترمات قبل من دقيق ديك التدويره كتبقى باينه وسط الحريره بسم الله واحد 5 دقائق ونرجع نديرو التدويره هنا بعد ما الشعريه دخلها الطياب دابا باش غادي ندور الحريره نخلطوا هاد الدقيق مزيان بحال هكايا بسم الله نفرغوا ناخذ القياس رد بالي الا كان خاصاني تدويره نزيد بهذا الشكل بحال هكايا هنا باش غادي نزيد واحد شويه ديال الضامه ديال البقري ونخلو الحريره ديالتنا طيب غير بالمهل بعد ما غلات نقص عليها البوطة كتبقى طيب حتى كتحيد هاد الكشكوشة كيف ما كتشاهدوا الحريرة انفو كتحيد من هاد الكشكوشة ما كتبقاش تبان بيضة عرفوا راه الدقيق راه طاب الا بقات هاد الكشكوشة الحريرة كتجي خضراء ملغة هذيك الحريرة كتضر ولكن الا طاب فيها الدقيق ما ضركم ما والو وجربوا حريرة العبدي وردوا عليا الاخبار وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنشكركم المتتبعين لا القدام ولا الجداد اللي دخلوا عندي لهاد القناه الجديده الله يكثر خيركم والله يكبر بكم ودابا ما بقى لنا غير تابعونا في طبق التقديم بوزروق ها هو تورا طاب سديت عليه قفيت عليه البيض راه هو توصلق صوت فايت عليه ايوا الحريره ما بقى لنا غير نتلاقاو ان شاء الله كي قلت لكم في طبق التقديم وها الحريره ديالتنا في طبق التقديم كيف ما كتشاهدوا المتتبعين المتتبعات الكرام هيا وجدات ونتمنوها تعجبكم وتنال الاعجاب ديال جميع المتتبعين ديال القناه
هي هذه الحريره حامضه عبديه حره وغره. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم. بسم الله. دايزه على فرن قايم، كنرافقوها بالمخمل كيف ما كتشوفوا، شويه الشباكيه، التمر، عندنا البيض والطاجين بطبيعه ديال بوزرو اللي وريتكم، قهوه معطره بالعشوب. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديال جميع المتابعين والقناه الكرام، وكنشكركم، وان شاء الله غادي نتابعونا ان شاء الله فيديوهات اخرين وجداد وفي انواع. والله يكثر خيركم على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه، ومرحبا بكم وقبلوا على العبدي. هذه هي طبله العبدي، والسلام عليكم ورحمه الله.